لو بعدنا فصلنا السيس. لو بعدنا الدين عن السياسة. لا الدين لا أعلى وأكبر. الدين ليس بعيدا عن السياسة. أن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. السيد الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزيرا للأوقاف. صراط الذين أنعمت اهدنا الصراط المستقيم. معالي الوزير، ما يحدث وبنشوف الدول اللي حوالينا، شفنا في تنظيم كاس العالم وبنشوف في دول إسلامية كتير جمال الأذان وعزوبته، جمال الخطب، لكن النهاردة في مصر وبنقول مع بعض الحكم بتاع الحنفية والشافعية والحنبلة في عدم جواز انه الألدخ يؤذن للصلاة او يقيم شعائر او يقيم صلاة جمعة، بنلاقي ناس بتؤذن في الصلاة صوتها ينفر الناس. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإننا سيادة الرئيس نجدد العهد والتفويض لسيادتكم. بس لو واحد دعا للرئيس السيسي في المسجد مش هتاخد موقف. أنا بقول لك خد بالك، الدعاء للحاكم ولي الأمر جائز صاعا.